وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأخت تسألكم الدعاء لوالديها ولموتانا جميعا. نسأل الله تعالى أن يسكنهم فسيح الجنات وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وتسأل أيضا عن كيفية صلاة أو دعاء الاستخارة. صلاة الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. من غير الفريضة هذه مطلقة الآن، أن يركع ركعتين من غير الفريضة، لكن الأولى أن يصليها في الأوقات التي يباح فيها الصلاة، لا الأوقات من النوم. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم وأنت علام الغيوب، ألم كنت تعلم كذا. ويسمي نعم، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي. اللهم إن كنت تعلم، ويسمي الأمر. نعم. أن يكون شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني، وصرفني عنه، ثم اقدر للخير حيث كان. هنا ألفت الانتباه أن من حسن توكل المرء الاستخارة قبل الأمر والرضا بعد النتيجة. الأراد المرء أن يختبر قلبه هو حقا حسن التوكل على الله أم لا، يستخير قبل الأمر ويرضى بالنتيجة بعدها، لأنه فوض الأمر لله، فكأنه قال: لا أعلم وأنت تعلم، والخير أنت تعلم، فاختار لك ذلك. تعاوده وتقول: إذا ما يعني ما أرضى به، أنت الآن فوضت الأمر فاختار لك، فعليك أن تكون على تمام الرضا. هذا حسن التوكل. نعم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. هل يشترط أن يرى مناما؟ لا 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 لا, لا يشترط في هذا. أنا ما أدري من أين أتوا بذلك. يعني لا يشترط. هو المسألة النبي قالها: إذا 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 هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. يبقى إذن هو إيش يفعل؟ يستخير ويمضي. فإن كان خيرا فتح الله له الأبواب، وإن كان غير ذلك أغلق الله عليه الأبواب. نعم. بارك الله فيكم شيخ الكريم ورزقنا الله وإياكم الخير. أمين. لكن ألفت الانتباه أيضا الاستخارة لا تكون في العبادات ولا فيما ظهر خيره. يعني ما أصليش استخارة فأصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش. نعم هذا هو. لكن نعم. أتزوج فلانة، هو يعني يتزوج فلانة. صحيح. أستخير الله بأن أذهب في هذا الوقت العمرة، مش أستخير على العمرة، استخير في وقت الذهاب. صحيح. هل اعمل في هذه الشركه ام في تلك؟ ممتاز. يعني في الامور المباحه. ممتاز. تمام. بارك الله فيكم شيخي الكريم.